السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة الثاني الثانوي الأدبي، حياكم الرحمن جميعا. درس اليوم في مادة اللغة العربية التخصص هو عمل الصفة المشبهة باسم الفاعل. بسم الله نبدأ معا. الصفة المشبهة هي اسم مشتق يدل على من يتصف بالفعل اتصافا دائما أو غالبا، وهي تدل على المزايا والطبائع أو العيوب أو الألوان، وتصاغ من الفعل الثلاثي اللازم. أول فكرة بهمني إنك تحفظها يا شباب، إنه الصفة المشبهة تصاغ دائما من فعل ثلاثي لازم، أي أنها تكتفي بالفاعل. لازم أن الصفة المشبهة تكتفي بالفاعل. أوزان الصفة المشبهة: أفعل وفعلاء مثل أحمر وحمراء أو أخضر وخضراء. نرجع لتعريف الصفة المشبهة. حكينا الصفة المشبهة إما بتدل على عيب أو ألوان، مثل أحمر وحمراء دلت على ألوان. العيوب مثل أعرج وعرجاء دلت على عيب. حيران وحيرة، لاحظ أنها بتدل على المزايا والطبائع. فعال مثل شجاع كذلك تدل على المزايا. فعال مثل رزان، وفعل مثل لبق، وفعل بطل، وفعل شهم، فعيل، وسيم، وجميل، وهي عبارة عن مزايا. لاحظ يا شباب انه الصفة المشبهة اذا هي تتصف، انه بتدل على من يتصف بالفعل اما بشكل دائم او غالبا. يعني صفة انسان غالبا او دائما بيكون غضبان، كذلك غالبا يكون مثلا يدل على شجاعته، اما بتدل على مزايا او عيوب او الوان. هذه هي الصفة المشبهة. ننتقل الان الى عمل الصفة المشبهة. تعمل الصفة المشبهة عمل فعلها فترفع فاعلا فقط لأن فعلها لازم. إذا شباب الصفة المشبهة اتفقنا من البداية إنها تصاغ من الفعل اللازم، والفعل اللازم يكتفي بالفاعل. إذا الصفة المشبهة دائما عملها هو رفع فاعل. دائما عمل الصفة المشبهة هو رفع فاعل. الشروط طبعا هي نفس شروط اسم الفاعل واسم المفعول. نستذكر معا شروط عمل اسم الفاعل واسم المفعول. ذكرنا يا أدبي، اسم الفاعل يعمل إذا كان معرف بأل التعريف. إذا كان غير معرف بأل التعريف يعمل لكن بشروط، إما أن يسبق بنفي أو استفهام، أو أن يدل على أو أن يقع حالا أو صفة أو خبرا أو منادى. وعمل اسم الفاعل هو إما رفع فاعل أو نصب مفعول به حسب الفعل إذا كان فعل لازم أو متعدي. بعد ذلك انتقلنا إلى عمل اسم المفعول، وذكرنا أن اسم المفعول دائما يصاغ من الفعل المبني للمجهول. عمله دائما هو رفع نائب فاعل. دائما عمل اسم المفعول اتفقنا على انه رفع نائب فاعل، الكلمة بعد اسم المفعول دائما اعرابها نائب فاعل. وذكرنا ان اسم المفعول يعمل اذا كان معرف بأل التعريف. اما اذا لم يعرف بأل التعريف يا ادبي، حكينا لازم يعمل بواحد من الشروط. شو هي الشروط اللي حكينا عنها؟ نفسها، هي انه يسبق بنفي او استفهام، او ان يأتي اسم المفعول خبرا أو صفة أو حالا أو منادى. نفس الشروط اللي حكيناها بدنا نطبقها على الصفة المشبهة. لاحظ اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة نفس الشروط بتنطبق على كل منهم. إذا كان اسم الفاعل، لاحظوا اتفقنا على إنه عمل الصفة المشبهة دائما هو رفع فاعل، نحفظها. إذا عمل الصفة المشبهة دائما هو رفع فاعل لأن فعلها لازم. نبدأ بعمل الصفة المشبهة. إذا كانت الصفة المشبهة معرفة بأل تعمل بدون شروط، ما في حاجة إنها تسبق بنفي أو استفهام، أو إنها تأتي أو تقع في خبراً أو صفة أو حالاً أو منادى. أحب الزهرة الحمراء لونها. لاحظ الصفة المشبهة عندي بالجملة كلمة الحمراء دلت على لون. عمل الصفة المشبهة دائما يا شباب، احنا متفقين دائما عمل الصفة المشبهة هو رفع فاعل، يعني الكلمة اللي بدها تيجي بعد الصفة المشبهة اعرابها دائما يا ادبي هو فاعل للصفة المشبهة، مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهو مضاف والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة. اذا
الصفة المشبهة الحمراء، علل سبب عمل الصفة المشبهة في الجملة لأنها معرفة، لاحظ إنها معرفة بأل التعريف. ما هو عمل الصفة المشبهة؟ عمل الصفة المشبهة ثابت، عملها ثابت ما بتغير، اللي هو رفع فاعل، وهو لونها. لونها أعرب ما تحته خط، أوضبط ما تحته خط. الضبط دائما ضمة، لأنه إعرابها فاعل للصفة المشبهة مرفوع علامة رفعه الضمة. لاحظ يا شباب السؤال، علل عملت الصفة المشبهة. ما هو سبب عمل الصفة المشبهة؟ عمل الصفة المشبهة سبب لأنها معرفة بأل التعريف. لاحظ الجميلة معرفة بأل التعريف، إذن الصفة المشبهة عاملة. ما هو عمل الصفة المشبهة؟ عمل الصفة المشبهة يا أدبي دائما رفع فاعل. أقلامه، لاحظ الحركة اللي على أقلامه ضمة. السبب لأنها دائما إعرابها فاعل للصفة المشبهة مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف. إذا الصفة المشبهة إذا عرفت بأل التعريف دائما تكون عاملة، عملها رفع فاعل للصفة المشبهة. في حال كانت الصفة المشبهة يا أدبي غير معرفة بأل التعريف، أي منونة عليها تنوين ضم أو فتح أو كسر، تعمل نفس الشروط حكينا، إما إنها تدل على حال، طبعا إذا كان عندي بالجملة الآن أو اليوم أو ما يدل على المستقبل بنحكي لأنها دلت على الحال أو المستقبل، وأن تكون مسبوقة، لاحظ أنا بكرر بالكلام نفسه، مسبوقة بالاستفهام أو النفي، أو أن تأتي منادى خبرا صفة أو حال. نبدأ بالمثال الأول، ننتقل إلى المثال الأول. ما صعب الحصول على المركز، أو ما صعب الحصول على المركز الأول. الصفة المشبهة عندي بالجملة طبعا صعب، صعب على وزن فعل. عمل الصفة المشبهة، لاحظ الصفة المشبهة صعب يا شباب، هل هي معرفة بأل التعريف؟ لم تعرف بأل التعريف. بما أنها غير معرفة إذن لازم نبحث عن شرط من الشروط الموجودة عندنا اللي حكينا عنها، الشروط الستة. الشرط الأول أنها تكون سبقت بنفي. لاحظ أنه فعلا الجملة سبقت، أو الصفة المشبهة سبقت بنفي، ما صعب. إذن سبب عمل الصفة المشبهة بالجملة، علل سبب عمل الصفة المشبهة بالجملة السابقة لأن الصفة المشبهة سبقت بنفي. بين عمل الصفة المشبهة. ما هو عمل الصفة المشبهة؟ طبعا احنا حافظين عمل الصفة المشبهة دائما رفع فاعل. اذا الصفة المشبهة دائما الكلمة اللي بتيجي بعديها يا شباب شو اعرابها؟ فاعل. الحصول لو حكيت لك اضبط كلمة الحصول، الحركة ضمة، لانه بعد الصفة المشبهة دائما فاعل للصفة المشبهة مرفوع وعلامة رفعه الضمة. اذا الحصول عبارة عن فاعل للصفة المشبهة مرفوع بالضمة، والسبب العمل لأنها سبقت بنفي. المثال الثاني، أسعيدة روان في حصولها على الشهادة الجامعية الثانية؟ الصفة المشبهة عندنا سعيدة ولا روان ولا حصولها ولا شهادة؟ لاحظ سعيدة على وزن فعيل. سبب عمل الصفة المشبهة، هل هي معرفة بأل التعريف؟ لاحظ أنها غير معرفة بأل التعريف، بالتالي لازم ندور على واحد من الشروط انطبق عليها. هل هي سبقت، هل سعيدة سبقت باستفهام بنفي؟ لم تسبق بنفي. سبقت باستفهام، نعم سبقت بهمزة الاستفهام. إذا سبب عمل الصفة المشبهة، علل عمل عمل الصفة المشبهة عمل فعله في الجملة السابقة، السبب لأنها سبقت، لاحظ أنها سبقت باستفهام. ما هو عمل الصفة المشبهة بالجملة السابقة؟ بين عمل الصفة المشبهة في هذه الجملة. لاحظ أن الصفة المشبهة رفعت فاعلا، لاحظ أن روان هي عبارة عن فاعل للصفة المشبهة مرفوع وعلامة رفعه الضمة. دائما عمل الصفة المشبهة يا شباب هو رفع فاعل. في حال أو في جملة يا شهما خلقه، الصفة المشبهة طبعا شهم على وزن فعل. سبب عمل الصفة المشبهة، هل هي معرفة بأل؟ طبعا غير معرفة بأل، إذا نبحث عن الشرط اللي توافر في الصفة المشبهة حتى تعمل. لاحظ أنها لم تسبق بنفي ولا باستفهام، لكن جاءت منادى. الصفة المشبهة جاءت منادى، سبقت بنداء إذا جاءت منادى.
ما هو عمل؟ إذن علل سبب عمل الصفة المشبهة لأنها جاءت منادى. لأنها جاءت منادى. ما هو عمل الصفة المشبهة؟ عمل الصفة المشبهة يا أدبي دائما ثابت، هو رفع فاعل. الكلمة اللي بتيجي بعد الصفة المشبهة خلقه، لاحظ الضمة، إذن الصفة المشبهة رفعت فاعلا، خلقه فاعل مرفوع للصفة المشبهة وعلامة رفعه الضمة، وهو مضاف والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. شباب بنطبق على نفس الشروط اللي أخذناها، لاحظ الدرس الثالث على التوالي بيحكي عن نفس الشروط في اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. المثال الرابع: الأجواء في شمال الأردن رطب هواؤها. لاحظ الصفة المشبهة، لاحظ الأجواء ليست صفة مشبهة، شمال كذلك مش صفة، الأردن هواء صيف، لكن كلمة رطب على وزن فعل صفة مشبهة. الصفة المشبهة سبب عملها أو علل عمل الصفة المشبهة في الجملة السابقة. شو السبب؟ طبعا شو هو عملها؟ إنها ترفع فاعل. شو السبب اللي خلى الصفة المشبهة ترفع فاعل في الجملة؟ السبب يا أدبي إنه رطب غير معرفة بقل التعريف، لاحظ إنها لم تعرف بقل التعريف، إذا نبحث عن الشرط اللي توافر فيه. سبقت بنفي، لم تسبق بنفي ولا باستفهام، ولم تأتي منادى، لاحظ إنها لم تقع منادى. إذا إما حال أو صفة أو خبر، نشوف مين اللي توافر فيها. نيجي على الصفة، هل الأردن ورطب صفة؟ لاحظ إنه الأردن معرفة ورطب نكرة، وحكينا إنه الصفة لازم تكون الكلمة النعت والمنعوت لازم يكون بنفس الحالات، سواء بالتنكير، بالعلامة الإعرابية، بالحركة الإعرابية، بالتأنيث والتذكير لازم يتوافقوا. في هاي الحالة الأردن ورطب ما توافقوا. طب هل هي حال؟ الحال دائما منصوب، ولاحظ تنوين الضم الموجود على الكلمة، الحال دائما منصوب، بالتالي مستحيل تكون حال. خبر، نشوف الجملة بلشت باسم، بدأت باسم، الأجواء مبتدأ وخبرنا عن الأجواء بأنها رطب، لاحظ إذن هي خبر بما أن الجملة اسمية يا أدبي، مبتدأ إذن ورطب خبر، خبر مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم. أنا ما بيهمني إعراب رطب، أنا بيهمني عمل الصفة المشبهة. ما هو عمل الصفة المشبهة؟ لاحظ أنها رفعت فاعل، رفعت فاعل وهو هواؤها، هواؤها فاعل للصفة المشبهة مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طبعا شباب بهاي الحالة بدك تركز لي على الهمزة، لاحظ الهمزة كتبت أو رسمت على واو لأنها مرفوعة بالضمة، لاحظ أنه حركة الضمة تكتب بالتالي على الواو. إذا الحالة الرابعة أن تأتي الصفة المشبهة في موقع الصفة المشبهة خبر، وبالتالي تكون تعمل الصفة المشبهة عمل فعلها. نرجع نعيد، سبب عمل الصفة المشبهة لأنها خبر، جاءت خبر، عمل الصفة المشبهة رفعت فاعل وهو الهواء. جلست تحت شجرة عريض ساقها. لاحظ يا شباب الصفة المشبهة عندي جلست فعل أكيد مش صفة، تحت أكيد كذلك ظرف ما دل على صفة، شجرة لم تدل كذلك على صفة، عريض دلت على صفة على وزن فعل، إذا الصفة المشبهة هي عريض. بين عمل الصفة أو بين سبب عمل الصفة المشبهة، علل الصفة المشبهة عملت عمل فعلها في الجملة السابقة. السبب لاحظنا هل هي معرفة بألف التعريف؟ لم تعرف بألف التعريف، إذا ننتقل نشوف الشرط اللي تطبق على الصفة المشبهة. سبقت بنفي أو استفهام لم تسبق. جاءت منادى، لاحظ انها ما في عندي أداة نداء. خبر، الجملة فعلية، لاحظ انه جلست جملة فعلية. حال، لاحظ تنوين الكسر على الكلمة بالتالي مستحيل تكون حال. نعت، نشوف النعت، هل تطابقت مع الكلمة اللي سبقتها؟ تنوين الكسر، لاحظ تنوين كسر. نكرة، نكرة، بالتالي انه لاحظ انه بنحكي عن توافقت شجرة مع عريض، بهاي الحالة عريض هي صفة للشجرة. سبب عمل الصفة المشبهة لأنها جاءت صفة أو نعتا للشجرة. ما هو عمل الصفة المشبهة في الجملة؟ الصفة المشبهة عملها ثابت ما بتغير، هو رفع فاعل، لاحظ ساقها الضمة اللي موجودة على ساقها،
رفع فاعل للصفة المشبهة. إذن ساقها فاعل للصفة المشبهة، مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف، والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. ننتقل إلى الحالة الأخيرة للصفة المشبهة، تكون عاملة إذا لم تعرف بأل التعريف في حال كانت الصفة المشبهة حالا. أحب المرأة عذبا لسانه. الصفة المشبهة عندي بالجملة طبعا عذبا، عذبا هي عبارة عن صفة مشبهة على وزن فعل. علل سبب عمل الصفة المشبهة، لماذا عملت الصفة المشبهة؟ لاحظ انها غير معرفة بأل التعريف، بدنا نبحث عن شرط آخر. سبقت بنفي أو استفهام؟ لا. دلت أو جاءت منادى؟ لم تسبق بأداة نداء. خبر؟ لاحظ انه في عندي تنوين الفتح، أو انه لاحظ انه الجملة أساسا فعلية، الجملة فعلية بالتالي مستحيل تكون خبر، نداء إما صفة أو حال. هل تطابقت مع الكلمة اللي سبقتها المرء عذبا؟ لم، لاحظ انه معرفة بآل ونكرة، اذا لم تأتي لم تقع نعت، بالتالي عذبا تدل على الحال. لاحظ تنوين النصب دليل على انها حال. الدليل الثاني كيف احب المرأة عذبا، لاحظ انها دلت على الحال. اذا سبب عمل الصفة المشبهة لانها جاءت حال، سبب عملها لأنها جاءت حال. ما هو عمل الصفة المشبهة؟ عمل الصفة المشبهة ثابت، رفعت فاعل وهو لسانه. اضبط كلمة لسانه، لسانه بضم النون لأنها فاعل للصفة المشبهة، مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهو مضاف والهاء ضمير متصل في محل جر بالإضافة. ننتقل إلى بعض التدريبات. بين عمل الصفة المشبهة فيما تحته خط ذاكرا سبب عملها. لاحظ الصفة المشبهة فاقع، دائما الصفة المشبهة لاحظ انه هل هي معرفة بأل التعريف؟ لم تأتي معرفة بأل التعريف، بالتالي يا شباب لازم تكون عاملة بأحد من الشروط اللي أخذناها. هل هي سبقت بنفي أو استفهام؟ جاءت المنادى؟ ما في ولا حالة من الحالات الثلاث. ننتقل للحالات الثلاثة الأخرى اللي هي هل هي حال؟ جاءت حال، مستحيل تكون حال يا شباب لأنه لاحظ تنوين الضم، الحال دائما منصوب. خبر، لاحظ أنه إن عندي حرف توكيد ونصب، الهاء اسمها لكن خبرنا عنها بقرة، إذن الجملة ما فيها خبر. صفراء، لاحظ أنه صفراء صفة وكذلك فاقع صفة لهذه البقرة، لكن لأن صفراء ممنوعة من الصرف يا شباب، الأساس أنه يكون عندها تنوين ضم لكنها ممنوعة من الصرف. صفراء ممنوعة من الصرف، والممنوع من الصرف ممنوع نحط له تنوين ضم، لذلك انه اكتفينا بضمه. لاحظ انه صفراء وفاقع هي عبارة عن صفات مشبهة من بقرة، لاحظ انه فاقع هي صفة لبقرة. اعرابها يا شباب او سبب عمل الصفة المشبهة لانها جاءت نعت او صفة، عملها لونه، لاحظ لونه بضم النون هي فاعل للصفة المشبهة، مرفوع وعلامة رفعه الضمة. كذلك الضعيف، لاحظ الضعيف صفة مشبهة معرفة بأل التعريف، ما رح نتغلب وندور على شرط اللي سبب عملها لأنها معرفة بأل التعريف. إذن سبب عملها معرفة بأل التعريف، عملها رفعت فاعل وهو فؤاده، فؤاده فاعل مرفوع للصفة المشبهة. كذلك يا شباب لو فرحة مثلا، لاحظ انها سبقت فرح صفة مشبهة، سبقت باستفهام، ودائما عبير هي صفة او فاعل للصفة المشبهة مرفوع علامة رفعه الضمة. ننتقل الى المثال، مثلا جلست قرب نبعة غزيرا. لاحظ شباب نبعة وغزيرا، غزيرا صفة مشبهة على وزن فعيل، سبب عمل الصفة المشبهة يا ادبي لاحظ انها نكرة بما انها غير معرفة بأل التعريف، اذا بدنا ندور على شرط. سبقت بنداء او استفهام او نفي؟ لا. اذا صفة عندي اما تكون حال او صفة او خبر. لاحظ تنوين الكسر، مستحيل تكون لا خبر ولا حال. شو صفة عندي؟ صفة. طب نتأكد، نبعة وغزير، لاحظ تنوين الكسر على الكلمة اللي سبقتها، اذا متطابقات.
نكرة نكرة وتنوين كسر تنوين كسر، إذا هي صفة للنبع، صفة صفة النبع غزير. ما هو عمل الصفة المشبهة؟ إذا سبب عمل الصفة المشبهة لأنها جاءت الصفة لنبعة، وعمل الصفة المشبهة هي رفع فاعل. شباب بدك تركزي لي على الكلمة لما يكون موجود فيها الواو، لاحظ الواو لما ترسم الهمزة على واو لأنها فاعل مرفوع، بما أنها فاعل مرفوع ترسم على أو تكتب على واو، لا تكتب لا على نبيرة ولا منفردة، إنما تكتب على واو لأنها مرفوعة بالضمة. السؤال الثاني يترك أو التدريب الثاني يترك للطالب في توظيف الصفة المشبهة في جمل مفيدة. اضبط أو نموذج في الإعراب، حكينا مدينة جرش عريقة آثارها. الصفة المشبهة طبعا مدينة ولا جرش ولا عريقة ولا آثارها؟ عريقة صفة مشبهة. سبب عمل الصفة المشبهة يا أدبي، لاحظ أنها نكرة، نبحث عن واحد من الشروط اللي توافر فيها، لم تسبق بنداء أو استفهام أو نفي، بالتالي إما تكون صفة أو حال أو صفة أو حال أو خبر. لم تأتي، لاحظ أنها لم تأتي صفة لأنه جرش بتختلف عن عريقة، لكن ولا حال لأنه تنوين الضم ظاهر والحال لازم يكون تنوين نصب. لكن مدينة مبتدأ، لاحظ ابتدأنا الكلام في مدينة، خبرنا عنها عريقة، مدينة جرش عريقة، إذا خبرنا عنها بأنها عريقة، عريقة إذا سبب عمل الصفة المشبهة لأنها خبر، وعملها رفع فاعل للصفة المشبهة آثاره، صفة مشبهة مرفوعة وعلامة رفعها الضمة وهو مضاف لها ضمير متصل في محل جر بالإضافة. لاحظ اللبق، حكينا اتفقنا انه لبق هي صفة مشبهة، الكلمة اللي بعديها دائما تعرب فاعل للصفة المشبهة. كذلك عظيم صفة مشبهة، الكلمة اللي بتيجي بعديها مباشرة اعرابها ثابت، فاعل للصفة المشبهة مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف لها ضمير متصل في محل جر بالإضافة. إذا يا شباب بدنا نتفق على انه الصفة المشبهة عملها دائما هو رفع فاعل، المصدر عمله دائما نصب مفعول به، اسم المفعول دائما رفع نائب فاعل، اسم الفاعل إما رفع فاعل أو نصب مفعول به حسب الفعل إذا كان لازم أو متعدي. ننتقل إلى الامتحانات الوزارية وصيغة السؤال الوزاري على عمل المصدر والمشتقات. لاحظ في شتوي 2018 السؤال كان مطروح استخرج اسم مفعول عمل عمل فعله. لاحظ عند استخراج اسم مفعول إما على وزن مفعول أو ميم مضمومة مفتوح ما قبل الآخر، معروف استثني للتعريف معروف على وزن مفعول إذا هي اسم مفعول، لكن هل هو عامل؟ شباب عامل يعني إجا بعده كلمة، لازم يكون في عندي كلمة بعد اسم المفعول نعربها نائب فاعل. لاحظ في هاي الحالة إجت فاصلة، إذا هو غير عامل، لازم يكون اسم المفعول بعده جاء أو وقع بعد اسم المفعول اسم إعرابه نائب فاعل. نكمل، في عندي عليك بالرجل، لاحظ انه ما فيها ميم، المشهودة كذلك مشهودة اسم مفعول على وزن مفعول، هل هي عامل اسم المفعول عامل؟ الكلمة لاحظ انه ما اجى بعده فاصلة، اجى بعده كلمة فعاله، اذا اسم المفعول في هذه الحالة عامل، وعمل اسم المفعول دائما احنا متفقين على انه رفع نائب فاعل. اذا المشهود لما يحكي لي استخرج من النص اسم مفعول عامل بستخرج كلمة المشهودة. الفرق بين المعروف والمشهود، المعروف ما كان عامل لأنه ما إجا بعده كلمة، لاحظ إجا بعده فاصلة إذن هو غير عامل، مشهودة عامل اسم مفعول عامل لأنه بعده وقع اسم إعرابه نائب فاعل لاسم المفعول. أضبط آخر فعال، لاحظ فعال اللام بما أنه حكينا أنه في سبقه اسم مفعول إذن تعرب نائب فاعل لاسم المفعول، الحركة الضمة. بين عمل المصدر، ممارسة حكينا أنه دائما المصدر إذا كان مضاف، حكينا مصدر زائد مضاف إليه الإنسان، الرياضة مفعول به، دائما المصدر عمله نصب مفعول به، لا دائما ينصب مفعول به للمصدر، إذا جاء مضاف ونصب مفعول به وهو الرياضة. الضبط الصحيح للكلمة فاطمة اختيار من متعدد، لاحظ الجملة بتحكي لنا عن اسم الفاعل ذاهبة، ذاهبة بدنا نعرب كلمة فاطمة، حكينا دائما اسم الفاعل يا شباب ذاهبة هي عبارة عن اسم فاعل، دائما
لمعرفة الكلمة اللي واقعة بعد اسم الفاعل بدنا نعرف إذا كان الفعل اللي تم صياغة اسم الفاعل منه لازم أو متعدي. ذاهبة الفعل ذهبت، ذهبت فاطمة، إذا فاطمة ذهب فعل وفاطمة فاعل، بالتالي عمل اسم الفاعل شو؟ رفع فاعل، الحركة على فاطمة الضمة لأنه الفعل لازم يا أدبي، بما أنه الفعل لازم إذا يرفع فاعل بالضمة. علل، عملت الصفة المشبهة، لاحظ السؤال على الصفة المشبهة، غزير، عمل الفعل في جملة جلست قرب نبع غزير ماؤه، الصفة المشبهة غزيرا، سبب عملها بدنا نعلل ليش عملت، لاحظ انها غير معرفة بقل التعريف، بما انها غير معرفة بقل التعريف اذا بدنا ندور على واحد من الشروط الستة، هل سبقت بنفي او استفهام؟ طبعا مش وارد عندي لا نفي ولا استفهام ولا نداء، اذا اما انها تكون صفة او حال او خبر. لاحظ تنوين الكسر الموجود على الكلمة بنستبعد من خلاله الخبر والحال. صفت عندي صفة، كيف بدنا نتأكد إنها صفة؟ لازم تكون نفس الكلمة اللي سبقتها. لاحظ تنوين كسر تنوين كسر، تنكير تنكير، إذا غزير هي صفة للنبع، سبب عمل الصفة المشبهة لأنها غير معرفة بقل التعريف وجاءت صفة. طبعا عمل الصفة المشبهة شباب مذكرينها إنه دائما رفع فاعل، ما هو فاعل للصفة المشبهة. أعرب ما تحته خط اتخاذك، بما أنه في عندي مصدر وحكينا سابقا أنه دائما اتخاذك المصدر يا شباب بينصب مفعولين، المهذبين هي مفعول به أول وأصدقاء مفعول به ثاني. نروح على مثلا شتوي 2019، مطلوب منا يا شباب استخرج من النص اسم فاعل عمل عمل فعله، بندور على اسم فاعل إما على وزن فاعل أو ميم مضمومة مكسور ما قبل الآخر. لاحظ ما عندي في الأول القدماء ويعتقدون شعاع الضوء، لاحظ أنه ما في عندي كلمة على وزن فاعل أو ميم مضمومة مكسور ما قبل الآخر. مسافة، لاحظ الميم مفتوحة بنستبعدها، كذلك في عندي لاحظ محددة، لاحظ ميم مضمومة لكن قبل الآخر ماله، محددة مفتوحة بالتالي هي ليست اسم فاعل إنما اسم مفعول. سارة، هل سارة اسم فاعل؟ طبعا لا. الأرض يستغرق الوقت، كلها ما دلت لي على اسم فاعل. ضارب، لاحظ ضارب على وزن فاعل، إذا بدنا نتأكد بس إنه هل هو عامل أو لا. لو كان بعده فاصل يا شباب غير عامل، لكن لاحظ إنه بعده إجا اسم، بما إنه إجا اسم إذا هو عامل، إذا اسم الفاعل العامل هو ضاربا، بستخرج كلمة ضاربا. شو سبب عمله يا شباب؟ حكينا اسم الفاعل بنحوله للفعل، الفعل ضرب المثل، ضرب هو المثل، عمله انه نصب مفعول به، المثل هو مفعول به منصوب باسم الفاعل. اضبط كلمة سرعة، لاحظ السرعة يا شباب لازم يكون سبقها اما اسم فاعل او اسم مفعول او مصدر او صفة، في هاي الحالة سبقها محددة، لاحظ انه اسم مفعول، اسم المفعول احنا متفقين دائما على انه بعده بيجي نائب فاعل، اذا سرعة نائب فاعل لاسم المفعول مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. اختر الإجابة، ذكرنا سابقا المصدر، عملت الصفة المشبهة أو علل، عملت الصفة المشبهة طيبة، عمل الفعل في جملة الورود طيبة رائحتها، شو سبب عمل طيبة؟ لاحظ يا شباب إنها غير معرفة بقل التعريف، ما دامها غير معرفة بقل التعريف تعالي ندور على شرط من الشروط اللي حكيناها سابقا، سبقت بنفي أو استفهام أو نداء؟ طبعا لا، إذا إما بدها تكون خبر أو حال أو صفة. لاحظ الورود خبرنا عنها بما إنها اسم، خبرنا عنها طيبة، إذا مبتدأ وخبر، سبب عمل الصفة المشبهة إنها جاءت الصفة المشبهة جاءت خبر. إحنا متفقين دائما الصفة المشبهة عملها يا شباب رائحتها رفع فاعل. أعرب ما تحته خط أبوابها، لاحظ يا شباب الكلمة اللي سبقتها مفتوحة، مفتوحة اسم فاعل ولا مفعول ولا صفة ولا مصدر؟ اسم مفعول، واسم المفعول دائما بعده نائب فاعل، إذا أبوابه نائب فاعل لاسم المفعول مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف. كذلك في عنا في سنة 2019 استخرج من النص اسم مفعول عمل عمل فعله. نشوف يا شباب وين عنا اسم مفعول، اسم مفعول حكينا على وزن مفعول، لاحظ المحمودة محمودة على وزن مفعول، هل هو عامل؟ لاحظ انه الفاصلة او بعد الكلمة مباشرة اجا اسم، ما اجا فاصلة مباشرة اجا اسم، بالتالي عامل، عملها دائما اسم المفعول هو رفع نائب فاعل، اذا المحمودة
عواقبها، عواقبها هي نائب فاعل لاسم المفعول. اضبط فكر، لاحظ كلمة فكر شو الكلمة سبقتها شباب. طبعا بالضبط انه انا بدي اعرف شو اللي سبقها، اسم فاعل، اسم مفعول، صفة، مصدر، بالتالي بعرف الضبط. بما انه سبقها صفة العميق، صفة مشبهة على وزن فعيل، دائما الصفة المشبهة شو بتيجي الكلمة اللي بعدها؟ فاعل. ما دامها فاعل اذا شو بنضبط حرف الراء؟ بالضمة. فكره لانها عبارة، فكره لانها عبارة عن فاعل للصفة المشبهة مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طبعا شباب لاحظ انه نفس الاسئلة، صفة مشبهة عاملة، بدك تستخرج من النص صفة مشبهة عاملة. لاحظ من بداية النص ذلك الكوكب والجميل بهاؤه، جميل صفة مشبهة عاملة لانه اجى بعديها اسم، لاحظ الاسم مرفوع اذا الصفة المشبهة رفعت فاعل. اضبط كلمة أسرار، لاحظ في عندي أسرار الكلمة اللي سبقتها علماء، احنا ما أخذنا لا اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة، لكن في عندي استكشاف، استكشاف مصدر عامل، لاحظ انه بعد المصدر مضاف إليه، بعد المضاف إليه دائما يعرب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إذا أسرار مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لاحظ يا شباب نمط السؤال الوزاري، إما استخرج من النص أو الضبط أو الاختيار من متعدد. هاي هي يا شباب نمط السؤال الوزاري على عمل المصدر والمشتقات، ان شاء الله يكون بسيط. طبعا رح ارسلك اياه على المجموعة، حاول الاجابة عن جميع الاسئلة الوزارية، ويعطيكم الف عافية.